السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة الصحة والجمال في كل مكان، أهلا وسهلا بكم وصباح جديد وبرنامج ربيني صح، وضيفة غالية وموضوع شيق وأسئلة كتير جدا مطروحة علينا في مجال التربية. وبرنامج ربيني صح النهاردة لما بيتعرض لأسئلة كتيرة زي أعمل إيه مع أولادي، زي عملت لهم كل حاجة، ما بيسمعوش الكلام، ابني عندي جدا ما بيجيش غير بالضرب، احنا اتضربنا واحنا صغيرين، احنا اتعلمنا لوحدنا، ومشاكل كتير ظهرت في المجتمع في الفترة اللي فاتت، منها انه بعض الاولاد في سن صغير بيتعدوا على بعض وواحد فيهم يصل انه يموت التاني، موضوعات كتيرة جدا جدا. عشان كده يبقى معانا النهاردة خبيرة في علوم النفس والصحة النفسية الدكتورة هبة دهب، اخصائي العلاج النفسي للاطفال والمراهقين ورئيس قسم الصحة النفسية بأكاديمية الخبراء الدولية. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك دكتور. وجع وألم، مشكلات كتيرة جدا بتواجه المجتمع، ومجال التربية أصبح مجال يحتاج إن احنا نتكلم عنه ونوضح فيه كتير. صحيح. واحنا بنتكلم إنه موجود أساليب وبنربي وتربينا وبنشكر كل أمهاتنا وجدتنا وكل اللي ساهموا معانا إنه يطلعوا النماذج الكويسه اللي موجوده في المجتمع، ولكن برضه في نماذج مش كويسه محتاجين نتصدر ليها النهارده، وبنتكلم على بعض الاساليب التربويه بين الواقع والمأمول. تحب ان حضرتك نبدا منين؟ نبدا من حيث انتهى الاخرون، يعني نعم. فكره ان احنا تربينا بطريقه معينه واحنا كويسين، ده بيتقال كتير جدا في العيادات، وايه المشكله ان انا اضرب او ازعق او اعاقب، ما هو انا طلعت بالطريقه ديت وانا كويس. في الحقيقه بيكون ردي على الناس اللي بتقول ده ان انت كويس في سياق معين، في كيان حضرتك طلعت فيه في اسره معينه، لكن مش بالضروره هي نمط وشكل وسياق اللي ابن حضرتك عليه دلوقتي. صحيح. وبالتالي حضرتك الجيل اللي قبل حضرتك رباك، علشان يعني كان المجتمع منغلق، ما كانش بالطريقه اللي فيها انفتاح دلوقتي، فحرام ان احنا نقول هم ليه مش شبهنا وليه مش زينا، المعطيات مختلفه تماما. صحيح. هم كان او اهالينا معطياتهم لهم معطياتهم، ونحن لنا معطياتنا، واولادنا دلوقتي لهم معطيات ثالثه خالص، يعني مش بتاعتنا. فبالتالي من الظلم ان احنا نقول ما احنا ما كناش كده وهم بقوا كده، لان السياق مختلف تماما، السياق وعوامل كثيره هنتكلم عنها بتأثر في الصحة النفسية للأطفال. لما نيجي نقارن ما بين هذه العوامل وبيننا وما بين الأجيال الحالية دلوقتي أو الأجيال اللي قبلينا، هنلاقي إن في اختلافات رهيبة جدا، رغم إنها خمس عوامل لا تتغير، وإلا إنها داخل كل عامل تغير الأمر نفسه تغير، فبالتالي سلوكيات الولاد تغيرت. يعني إحنا الأساليب القيم والمبادئ واحدة، ولكن الأساليب بتتغير مع تغير الزمن. طبعا. الطريقة اللي بعمل بها معالجات، لحديث سيدنا علي رفقا بأولادكم لقد خلقوا لزمان غير زمانكم. صحيح. احنا مطلوب من حضرتك النهارده نوضح الاساليب القيمه اللي في الاسلوب ده، ولكن التنفيذ بتاعها هيبقى على ضوء المعطيات الجديده دلوقتي. نعمل ايه مع اولادنا يا دكتوره؟ تمام، خلونا بس الاول نتكلم على ايه العوامل اللي بتاثر في الصحه النفسيه في الاطفال. ايه اللي ممكن يخلي ابني في احتماليه انه يبقى عنده مشكله سواء سلوكيه او نفسيه بمجموعه من العوامل؟ العوامل دي اول حاجه هي العامل البيولوجي. يعني ايه العامل البيولوجي؟ يعني انا ممكن يكون ابني اتولد واحنا عندنا تاريخ مرضي في العيله، التاريخ المرضي ده خلى عنده اي مشكلات ملهاش لسه خالص ما ظهرتش في التربيه، لكن ظهرت بسبب التاريخ المرضي البيولوجي او الفسيولوجي، بمعنى ان ابني اتولد ويحمل جينات لمرض نفسي من الاجداد او من الاب او من الام. وده بنتعامل معاه ازاي؟ المفروض ان انا لو عندي تاريخ مرضي وانا عارفه ان في عيلتي او في عيله الزوج في تاريخ مرضي، انا ببقى مؤهله لده، يعني كفايه ان هو يحمل الجينات، فما ينفعش كمان السياق الاجتماعي اللي عايش فيه يكون بمشجع لظهور هذه الجينات. يعني ابني، يعني لو الاب او الام كانوا عندهم مشاكل نفسيه وبيتعالجوا وبياخدوا علاجات وكده، ممكن يكون الموضوع ده احتمال كبير، ومش ممكن كمان الاب والام بس، ممكن الجد والعم والخال ينتقل او يكون عند الطفل استعداد لل طبعا يمارس هذا الموضوع. ايوه، بعض الامراض النفسيه فيها جزء كبير جدا وراثي، فاحنا ده جزء احنا مالناش يعني الطفل ولا احنا مالناش يد فيه، ولكن احنا بنحاول نظبط بقى السياق الاجتماعي، لان لو البيئه امنه ممكن جدا الجين ما يبقاش يعني ايه مفجر، يعني ما يطلعش وما يظهرش. طيب لو انا اثناء الحمل والولاده بقى
خلاص احنا مش حاملين للمرض ولا حاجه، لكن اثناء الحمل تعرضت الام لكثير من الضغوط النفسيه، اخذت بعض العقاقير، تعرضت لبعض الاشعاعات، ما كل ده بيأثر على الجهاز العصبي المركزي للطفل. معلش عايز اقف عند الضغوط النفسيه عند الحامل شويه، لانه معظم بناتنا الفضليات فعلا بيتعرضوا لضغوط كتيره جدا جدا في فتره، ممكن تاخر حملها شويه، ممكن وهي حامل بتبقى برضو البيئه والضغوط الاقتصاديه. فنقدر نقول للي بيسيطر على البيئه دي، او نقدر ننصح الاسر الكبيره، بيت العيله او الام هنا او الام او الزوج، ايه الاسلوب الامثل اللي ممكن نخفف بيه الضغط على الحامل شويه؟ احنا اول حاجه بنقول لهم ان الست الحامل دي عندها يعني اضطراب هرموني بيستمر 9 شهور. انا جسمي مش في وضعه الطبيعي، لا اللي هو كان قبل الحمل ولا اللي هو هيبقى بعد الحمل. دي حاله استثنائيه 9 شهور الانثى بتعيشها، بيبقى عندها لخبطه في الهرمونات شديده جدا، وبالتالي ده بيبان على بعض سلوكياتها، عصبية شوية، متوترة حبتين، قلقانة طول الوقت، فكرة الحمل والولادة. ولا لو سمعت مثلا ان حد لا قدر الله حصلت له مشكلة او تعثر في الولادة او توفاه الله او كده، كل دي ضغوط عليا. نعم. كل ما الجنين بيكبر، كل ما انا جسمي بيتقل، كل ما انا حركتي بتقل، كل ما انا حاجات كتير بقى هي اصلا كيكه مضغوطه. نعم. فبلاش نحطها تحت الضغوط اللي هي بتاعت ايه، ولد ولا بنت، ما هو كان عندك كفايه او اتاخرت في الحمل، فانا احنا يعني بنقول ده كتير، فبالتالي هي على الوقت برضو عندها مشكله انها عايزه تحافظ على هذا الحمل. وده هيبقى ليه تاثير في التربيه بعد كده هنقوله. فالانثى الحامل دي او الست الحامل دي رفقا بيها، هي عندها مفاعل نووي من الهرمونات شغال 24 ساعه. صحيح. فكفايه ان احنا ما نحطهاش تحت الضغوط النفسيه ولا الضغوط العصبيه اللي تخليها تاثر على صحتها النفسيه وعلى صحتها البدنيه وعلى صحه الجنين النفسيه والبدنيه. تمام. فدي صحيح. نصيحه لكل صحيح. اسره بيها سيده حامل، ونصيحه برضو للصغار البنات اللي لسه مش فاهمين يعني ايه حمل. صحيح. العامل الثاني اللي بيأثر على الولاد العوامل النفسية، ودي هنتكلم عنها وهنفردها بشكل كبير جدا، هي الأساليب التربوية اللي احنا بنستخدمها في بيوتنا علشان الولاد واحنا بنربي، واحنا ممكن نكون مش عارفين ان الأسلوب بتاعنا اسمه كذا، لكن احنا هنوضح ده. عدينا حاجة، عدينا انه العقاقير أثناء الحمل برضو ليها تأثير. طبعا كنت أحب برضو ان انا اتعرض للموضوع ده. لا طبعا احنا دايما بنقول الانثى الحامل او الست الحامل بعد اذنك ما تاخديش اي عقار طبي او اي كيميكال يدخل جسمك الا تحت اشراف الطبيب بتاعك. جاني برد، دايما خليكي مع الحاجات الطبيعيه اللي مش هتاثر عليا ولا على صحه ابني. ليمون، اشرب حاجات دافيه بتاع، كل ده تحت اشراف الطبيب. عقار صغير جدا ممكن حاجه تكوني بتاخديه، او مدخنه، او بتتعرض انها تقعد مع حد بيدخن، كل ده بيأثر. فاحنا المفروض بنعمل بيئه امنه للطفل سواء داخليه في بيئه الرحم او خارجيه، فاحنا بنبدا الاول من البيئه الداخليه. يعني ناخد من حضرتك رساله دلوقتي لكل الساده اللي بيشاهدونا اللي عندهم حد حامل، المفروض ان احنا نوفر لهم بيئه طيبه طبعا، بعيد عن التدخين. ايوه، وانا طبعا بقول بعيد عن التدخين، اللي عايز ابنه يطلع سليم او اللي عايزه بنت بنتها ولا ابن ابنها يطلع سليم تساعد معانا في انه بعيد عن التدخين. بعيد عن التدخين، بعيد عن الضغوط، بعيد عن الاكل غير الصحي، بعيد عن الاكل اللي كله فاست فود وفيه دهون كتيره. نعم. لان ده بيأثر على صحتها وعلى الحاله المزاجيه. نعم. يعني ارتفاع نسبه الكوليسترول في الدم ده بيجيب اكتئاب. عشان نبقى واضحين كده. السمنه بتجيب اكتئاب او بتجيب المشاعر الاكتئابيه. فانا واخد بالي من طبيعه اكلي، باكل حاجات كلها فريش اكتر، باكل فاكهه وخضار كتير، ما بزودش وزني، لانه ما بزودش وزن البيبي فيحصل عندي مشكله في الولاده. فده ممكن ياثر، لان انقطاع الاكسجين بس للمخ في اثناء الولاده لو فانتوا ثانيه ممكن ياثر عليه وينقلهن من طفل نورمال طبيعي الى طفل على درجه من درجات الاعاقه العقليه. فاحنا دي كلها عوامل بنعلمها ليها. نعم. للامهات او للسيدات الفضليات المتزوجات حديثا. صحيح. خلي بالك ان انت في فتره 9 شهور، لا انت محتاجه رعايه خاصه من نفسك. انا ما احطش على نفسي ضغوط وابقى قلقانه وهولد فين وهعمل ايه، المهم صحتك دلوقتي وصحه الجنين. ثم ياتي بقى ربنا سبحانه وتعالى بيشيل بقى بعد كده كل حاجه. صحيح. العامل الثاني اللي بنتكلم عنه العامل المهم جدا العوامل النفسيه، ودي هنطرح لها ان شاء الله جزء كبير نتكلم عنه، يعني ايه تربيه والناس بتربي بانهي اسلوب وكده. العامل اللي بعد كده العوامل الاجتماعيه، الطفل او المراهق بيتاثر جدا بالعوامل الاجتماعيه اللي حوالينا، زي ايه؟ وفاه جد او الجده اللي عايش معاهم في البيت او المرتبط بيهم جدا مثلا. صحيح. حالات الطلاق،
ومش الطلاق الناجح، لان احنا عندنا بعض الشكل من اشكال الانفصال اسمه طلاق ناجح. يعني ايه؟ انا والزوج انفصلنا لان احنا الاثنين ما ننفعش نبقى زوجين، ولكن هي ام ناجحه وهو اب ناجح، فما نخلطش الادوار. دي دايما نقولها في الجلسات، لو سمحتوا يا جماعه ما تخلطوش الادوار. حضرتك علاقتك بهذا الزوج او حضرتك علاقتك بهذه الزوجه انتهت عند هذا الحد، خلاص لا بقيتي زوجته ولا هو بقى زوجك، لكن كان وما زال وسيبقى ابو اولادك. فلازم حضرتك دلوقتي تستغني عن دور الزوج وتتعاملي معاه في دور الاب. فدور الاب مهم، ومفيش دور اهم من دور، مش الام اهم من الاب ولا الاب اهم من الام. احنا عندنا شريحه مش قليله من الاولاد اللي موجودين في هذه البيئه، بيئه المنفصله او المنفصل اللي خد ولاده حتى امه تربيهم يعني. وعايز حضرتك بس تكلمينا على مدى التأثر الشديد جدا للأولاد اللي بيعيشوا في بيئة بعيد عن الأم أو بعيد عن الأب. وأنا أعلم أنه أفضل طبيبة للأولاد أمهم وأفضل طبيب للأولاد أبوهم. يعني حقيقة فعلا كلام حضرتك صحي جدا، لكن أحيانا الظروف بتضطر بعض الأسر أن الانفصال هو الانفصال كان أفضل حل في الحالة دي في الأسرة دي. نعم. في حاجة بقى احنا بندرب المنفصلات عليها والمنفصلين من الرجال، ان لو سمحتوا في عندنا حاجه اسمها الطلاق الناجح. هنفهم الولاد ان احنا زي ما قلنا دورنا كازواج مع بعض انتهى، لكن بابا شخص محترم، شخص اب ناجح، هو بيحبكوا وبيرعاكوا وبيقابلهم، وبلاش بقى الحركات اللي بتاعت امنعهم من ان هم يقابلوه او امنعها من اللي هي تقابل ولادها او 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 او. افصل ما بين المشاكل اللي حصلت ما بيني انا وما بين زوجي، وما بين ان زوجي ان ابو اولادي واولادي هم محتاجين باباهم وهو كويس معاهم مش معايا. لكن للاسف الدربكه بتحصل امتى يا دكتور بقى؟ لما انا بحط مشاكلي انا الشخصيه كأم او كأب في الولاد، فابدا احملهم ما لا يتحمله طفل. باباك ما بيسالش عليك، ده ما بيصرفش عليك، ده ما قعدش معانا، ده سابنا، ده عملنا. انا دلوقتي انت بتعملي ايه؟ صوره مشوهه للجنس الاخر عامه. يعني لو هي بنت ومامتها بتحكي على باباها، فبتعمل لها صوره مشوهه ان كل الذكور تقريبا، لان بابايا يعني. ينفع نكلم الاستاذه منال؟ طبعا ينفع. معانا تليفون، اتفضلي. الو، اهلا وسهلا، اتفضلي. السلام عليكم. مرحبا، اهلا وسهلا. ممكن اسال سؤال للدكتوره؟ اتفضلي. طيب يا فندم، لو سمحت يا دكتوره، انا عندي بنتي في سنه 5 ابتدائي، وكانت شاطره وكانت بتذاكر وتحب المذاكره. فجاه كده، كان السنه اللي فاتت دي في رابعه، فجأة السنة دي لقيتها بقت غبية ومتحبش المذاكرة ومش ما تفهم من قريب. تمام، هنجاوب على حضرتك. حاضر. ايه حاضر. حضرتك بتتصلي منين يا حاجة؟ من أسيوط. ربنا يحفظك ويحفظ أهل أسيوط. دكتورة هتجاوب حضرتك. حاضر حاضر، اتفضلي يا دكتورة. احنا نجاوب على السؤال الأول نكمل سريعا كده نرد على اختنا سريعا. حالا احنا هنتكلم عن عوامل المدرسيه اللي قد تكون حصل حاجه. احنا برضو المعلومات عندنا مش كفايه، قليله شويه. البنت كانت شاطره وبعد كده ما بقتش شاطره، واعتراضي على كلمه انها بقت غبيه، لا ما بقتش غبيه ولا حاجه، لكن قد يكون حصل عند البنت تاثر معين، فقدت صحابها مثلا، سابت فصلها، مدرسينها اتغيروا، فما بقتش بتركز بشكل كفايه. ممكن يكون في حدث حصل في البيت احنا مش عارفين، استاذه منال ما خدناش منها معلومات كفايه. فحضرتك بس يا استاذه منال ارجع للسياق الاجتماعي تاني، البنوته في مشكله عندنا في البيت ولا لا، علاقتها باخواتها عامله ازاي، احنا ما نعرفش. فحضرتك برضو شوفي ده تاني، هل في وجود طفل جديد ولا لا في البنت غيرانه حبتين. ممكن يكون زي ما قلت في مشاكل بقى في العوامل المدرسيه اللي هنتكلم عنها دلوقتي بالتفصيل، فحضرتك اسمعينا في ده كمان. اتفضل. لو رجعنا تاني للعوامل الاجتماعيه، واحنا كنا لسه بنتكلم على الطلاق والانفصال، وده للاسف منتشر دلوقتي في المجتمع عندنا. فاحنا بس محتاجين نحافظ على ان انا زي ما قلت لحضرتك احنا بعدنا عن بعض في الدور ده، لكن الدور الثاني لسه قائم وموجود. من برضو العوامل الاجتماعيه فكره البطاله بقى، فكره ان انا الاب بيسافر، موجود وكل حاجه وزوجه وكل حاجه، ولكن بيسافر فترات طويله، فوجوده بقى احنا كاولاد خلاص اعتدنا تقريبا غيابه، فوجوده بقى فيه عامل معانا يعني يقول لنا رايحين فين وجايين منين، بنتكلم عن المراهقين، فبتبقى فيه مشاكل شويه. من النواحي الاجتماعيه كمان احنا ننقل السكن او نهاجر او في الحاجات دي كلها بتاثر على الصحه النفسيه. موضوع سفر الزوج وغياب هذا الدور في البيت اللي بتتحمله الزوجه. أيوة. او الاسره الكبيره، وانه الزوج لما بيرجع الفتره اللي بيرجعها بيحاول يغدق على اولاده من العواطف والمشاعر والهدايا،
وممكن ده يكون في بعض الاحيان ما هوش الدور اللي بتبقى الام بتتمناه، لانه بيفسد عليها نظام هي ماشيه الاولاد عليه. ده حقيقي. وده غير ان هم كمان بيبقوا الولاد شايفين الاب في صوره البنك، يعني وبنك المشاعر او بنك الفلوس. لكن احنا في دور تاني محتاجينه اللي هو الدور الحاسم، لان ساعات يعني الام تبقى مستنيه الشهرين دول في السنه كلها عشان كم المشكلات اللي ممكن تكون عدت عليها وهي هندلتها، مش حلتها، هي اجلتها، هي سوفتها، تعايشت معها، تعايشت معاها لحد ما هو يرجع وياخد فيها هو قرارات حاسمه. فده ما بيحصلش. ده غير ان احنا لما نتكلم دلوقتي على واحد من اسلوب التربيه اللي هو التدليل الزائد، لا هنلاقي ان في مشاكل كتيره جدا في التدليل الزائد. العوامل بقى المدرسيه، عشان الاستاذه منال تبقى معانا فيها، المدرسه مش اقل اهميه، دي هي المؤسسه التربويه الاولى الرسميه بعد الاسره، المؤسسه التربويه الاولى غير الرسميه. فالمدرسه او المؤسسه التربويه الرسميه دي اللي هي المدرسه فيها عوامل كتيره جدا غير تعلم القراءه والكتابه والعوامل الاكاديميه او التعلم الاكاديمي. المدرسه خصوصا في كي جي 1 كي جي 2 لرياض الاطفال، ابن حضرتك او بنت حضرتك بدا بالفعل يكون عنده مجتمع مختلف عن مجتمع الاسره. صحيح. فبدا دلوقتي يتفاعل، بدا يتبادل الادوار، بدا يشارك او لا يشارك، وتبدا بقى شخصيه الطفل بشكل او باخر تتكون، تبان جدا لينا. المشكلات كلها اللي انا ما كنتش شايفاها في الخمس سنين الاولانيه بدات تبان دلوقتي، او في الاربع سنين الاولانيه بدات تبان دلوقتي. بيتفاعل مع المدرسين، مع المشرفين، مع الاداريين، مع زمايله الاكبر منه والاصغر منه، فبدا يبقى عنده مجتمع تاني حضرتك مش والي فيه او مش مراقب فيه، مش شايفاه فيه. فالعوامل المدرسيه دي وما يحدث فيها بقى كلها من مقارنه، لوم، تنمر، علاقات ايجابيه جيده، علاقات للاسف مش قادر يدخل في علاقات مع اصدقائه، كل ده بيأثر في الصحه النفسيه ليه. رؤيه الاخرين ليه وتقديرهم ليه بيشكل تقديره لنفسه. طب نأثر فيها ازاي؟ يعني هل لينا دور في ان احنا ننقل صورة او نحاول نوضح او نخفف او نزود من اي علاقة من العلاقات ديت؟ يعني يكون لي دور مع المعلمات او ادارة المدرسة طبعا، او مع بعض الاسر اللي ولادها بيأثروا تأثير ايجابي او سلبي مع الاولاد، يعني لينا دور ولا بنتوقف للمشاهدة؟ تقريبا كل الكلام اللي احنا بنقوله او هنقوله كمان دلوقتي للامهات ينطبق على المعلمات، لان هي ام في دور اخر. يعني هي يعني خصوصا ام بديلة. طبعا ام بديلة خصوصا في رياض الاطفال. نعم. لا انا ام بديلة، ام بديل ده، انا ام ده معلمة رياض الاطفال دول يعني تحية ليهم كبيرة جدا. هي بتشتغل جوه الكلاس بتاعها او جوه الفصل بتاع القاعة بتاعتها، بتشتغل معلمة وام واخصائية نفسية واخصائية اجتماعية وتربوية وتدير بالظبط، هي تدير كل حاجه، تدير كل حاجه. يعني اللي بنوصي بيه بقى ان المعلمين يكونوا يعني كثيرين التدريب على التعامل مع خصائص المراحل المختلفه. انا ايه البناء النفسي اللي داخل عليا دلوقتي المرحله دي؟ ده من رابعه لخمسه اختلف. لسه المتصله كانت بتقول ده رابعه كانت حاجه وخمسه بقت حاجه، دخلت على المراهقه هي خلاص. من اولى ابتدائي لثالثه ابتدائي ده اختلف، ده من اولى اعدادي لاولى ثانوي ده اختلف. احنا هنتعامل ازاي مع كل التغيرات البيولوجيه والنفسيه والاجتماعيه والعقليه اللي عند ولادنا؟ ما هو انا كمعلم انا بقعد معاه وقت طويل جدا، كلمتي فيه بتاثر. صحيح. ياما مدرسين شكلوا حياتنا. صحيح. مش الأكاديمية فقط. نعم. والنفسية. لما كانوا بيقدرونا بشكل معين، يعني تلاقي حضرتك الأطفال الصغيرين لو أخد هدية عينية كده بسيطة جدا تقريبا ربع أو ثمن مصروفه، بس أخدها من المس في وضع معين، هو جاوب صح وتسقف له في الفصل وطلع اتكرم في الطابور وأخد هدية رمزية. هو عنده قد الهدية الرمزية دي كتير جدا. بس الفكرة الفعل نفسه، التحفيز الإيجابي ده طبعا في العوامل المدرسية مهمة جدا. دي رسالة بقى للمعلمين، يعني ولادنا اللي عندكم في المدارس وولادكم اللي عندكم في المدارس أمانة. فأنا الكلمة اللي أنا بقولها، المقارنة اللي ممكن تطلع مني في الفصل، أنت ليه مش شاطر زي فلان، النقد اللي ممكن أقوله لطفل أو لمراهق، عدم تحسبي انا الفكره، وخصوصا فتره المراهقه ان انا ببدا اتعامل معاهم ان هم اطفال مش كيانات مستقله لهم حقوقهم ولهم ان احنا نديهم حق ان هم يقولوا رايهم. عارفه ان لما بقعد في اجتماعات مع المعلمين او في تدريب مع المعلمين بيتقال كده بالظبط يا دكتور، الجيل اختلف. طيب ما هو تعالوا ديروا الفصل وقولوا لنا نعمل ايه. برضو الامكانيات المتاحه ليهم كمعلمين والله بقدرها جدا، والوقت المتاح ليه انه مع وجود منهج مليان وبيطالبوا بان هم يعني يقطعوا شوط كبير في توصيل هذه المعلومات
والضغوط اللي جايه من البيت والمشكلات دي كلها اللي بتبان على الاولاد، المعلمه تقدر تعمل ايه؟ توصل المنهج وتنهي جزء هتحاسب عليه من اداره المدرسه، ولا تراعي البعد النفسي مع الاولاد وتطبطب وتشيل التجاهل وتبعد عن النقد وتبعد عن اللوم؟ ما هي برضه، هي برضه انسانه وعندها ضغوط يعني، هي جزء من مجتمع مرتبك. طبعا هي، واحنا بنقدرهم جدا والله، وعليهم دور رائع في المجتمع، ولكن عندنا نماذج رائعه من المعلمين والمعلمات رائعين يبقوا في اذهاننا. يعني انا لو سالت حضرتك يا دكتور طارق، عندي حضرتك فاكر عندي. فاكر عندي. معلمين حضرتك، معلمي للغه العربيه وانا في ابتدائي اسمه الاستاذ محمود شمس، شفت حضرتك انا اتذكره حتى الان، لانه له طبعا كل الفضل في اني انا كنت بحب اللغه العربيه وبعتبر نفسي دلوقتي حارس من حراسها وبجتهد جدا ان انا يعني اقرا فيها. انا عارفه ان في جهود بتحصل في الفصول وخصوصا في المدارس اللي عدد الاطفال فيها ضخم، ولكن انا كل ما بطور من نفسي ان انا اعرف ان الانماط اللي قاعده قدامي في الفصل انماط مختلفه، نفوس مختلفه، الولاد ممكن يكون عندهم مشاكل وضغوط، انا بس لو رعيت ده بس ونظمت وقتي بنسبه كبيره جدا هعدي ده. نعم تمام. وابعد بقى عن شويه الحاجات التانية زي ما قلنا، النقد واللوم والتريقه والحاجات اللي ممكن تحصل دي. يعني العامل قلت البيولوجي الاجتماعي قلنا المدرسي، هنتكلم على دور النفسيه هنتكلم عنها بعد الدور الاعلامي عشان دي هنفرد فيها وقت طويل في العوامل النفسيه. قلنا العوامل الاجتماعيه والمدرسيه اتكلمنا فيها، هنتكلم عن دور الاعلام، بننظم الاطراف بتاعه العمليه المدرسيه، قلنا البيت من ناحيه العمليه التعليميه والضغوط على الاولاد، والمدرسه من ناحيه العمليه النفسيه والتربوية والأكاديمية. والأكاديمية هي المدرسة عليها بصراحة عاتق كبير جدا. نعم. الإعلام المشكلة الرئيسية الوقت اللي بتتصدر العيادات النفسية والمراكز النفسية، الألعاب الإلكترونية وإدمانها، إدمان الإنترنت عامة، مواقع التواصل الاجتماعي، المراهقين تحديدا والأطفال، الألعاب وخصوصا الألعاب العنيفة. بس هتجاوبيني على سؤال مهم جدا، احنا بنتكلم على الإعلام. طالما حضرتك دخلت على موضوع الانترنت والمشكله الكبيره جدا جدا اللي بتحصل، انه كل الامهات بلا استثناء الا من رحم ربي بيسمحوا لاولادهم في سن مبكر جدا وصغير بالمكوث على التليفون فتره طويله جدا جدا، وعايز حضرتك تقولي لي ايه الاضرار النفسيه والصحيه اللي ممكن تقع على اطفال صغار في سن مبكر، وايه هو السن وايه هو الجدول المسموح به؟ موضوع مهم جدا جدا. الاضرار البدنيه واضحه جدا. اولا في عندنا نسبة سمنة كبيرة جدا في الأطفال دلوقتي بسبب إن هم ما بقوش زي زمان بنلعب ونتنطط ونجري ونعمل، فبنطلع الطاقة فبنحرق فجسمنا متناسق. لا، إحنا عندنا دلوقتي نسبة سمنة بسبب إيه؟ القعاد والمكوس الطويل. أنا قاعد وبتعامل مع التابلت أو الموبايل وأنا قاعد، فما بعملش نشاط. عينيهم والنظر وفكرة الإضاءة اللي طالعة من، طبعا ده مضر جدا. الجهاز العصبي المركزي، الولاد بيناموا جنب التليفون فده بيأثر جدا وهم نايمين، الإشعاعات دي. ده الجانب البيولوجي أو الجانب الجسدي اللي هيتأثر. التعامل بكثره مع المعلومات، التعامل السريع مع المعلومات وده مدى تاثيره على البروسيسور بتاع الطفل. ما هو البروسيسور يعني ده بقى متاثر ليه؟ لانه مش بيشتغل تقريبا. يعني هم بيبقوا شاطرين جدا في اداره الموبايل لكن مش شاطر في المهارات الاجتماعيه، ودي وقفت. يعني صح، بيقتل الذكاء الاجتماعي عند الاطفال. طبعا انا ما بتعاملش، انا ما عنديش مهاره، انا بتعامل مع حاجه بديها اوردر بتديني استجابه. في البشر مش كده، فهو عايز يتعامل مع صاحبه انه يقول له حاجه فينفذها له زيه زي التابلت، هو مش تابلت. فبنبدا يبقى عندنا مشكله في المهارات الاجتماعيه والكفاءه الاجتماعيه. فالولاد بدا عندهم ليه بدانا العنف على طول؟ ليه ما عنديش دلوقتي فكره الحوار اللي بدير حوار وبنتكلم انا وصاحبي وبنختلف وبعد كده حد فينا بيقول رايه وبعد كده بنشوف راي الاغلبيه؟ ما بقاش في الكلام ده. هو عايز يقول فيتجاوب فيتنفس فما يحصلش، فينفعل فيضرب او فيتلفظ. يعني بقى العنف شديد جدا، وفي دراسات كتير اثبتت ده. ايه اللي رابط العنف الشديد والتنمرات اللي حاصله بين الولاد وما بين بعض الالعاب الالكترونيه اللي اصلا كلها عباره عن حروب ومش عارف ايه، وبنضرب وبنقتل وبنشتري اسلحه؟ الولاد بقوا عارفين اسامي اسلحه احنا ما نعرفهاش. يعني تحس ان حضرتك معاك ابنك ضابط كتيبه جوه وعارف ده ايه وده ايه، واشتري وابيع واعمل. الالعاب الاونلاين اللي خلتهم يتواصلوا بقى مع ثقافات مختلفة، مع ناس مختلفة، احنا مش عارفين بيتقال لهم ايه من خلال الالعاب دي. فالرسالة بقى للامهات، انا كطفل ماليش اي علاقة، ماليش ذنب ان حضرتك انفتحتي فجأة على العالم. اصل احنا لما نيجي نتكلم على الولاد ونقول الولاد بيقعدوا على الموبايلات كتير، هنلاقي ان الامهات والابهات بيقعدوا على الموبايلات كتير جدا. اذا كان دول كتير فدول كتير جدا. فهو دلوقتي بيتنمط او بيعمل ايه؟ بيحاكي بيقلد نفسي. انا شايف ان انتوا بتستمتعوا قوي بالقعده دي، في حاجه مميزه فيها، طب انا هحاول اعملها. بحاول اعملها بلاقيها فعلا اخدتني. اولا
عالم افتراضي ما حدش بينتقدني فيه، ادي حاجه. ممكن تكون الام قاعده طول النهار والليل بتنقد فيه، انت وحش، انت ما بتعملش، انت مش عارفه ايه، انت. طب هنا بقى ما حدش بيقول لي حاجه. الاولاد اللي مش محققين ذاتهم على الارض الواقع وبين الواقع والمأمول زي ما حضرتك سميت الحلقه، انا مش محقق، انا ما عنديش صحاب، انا منطوي، انا ما فيش حوار ما بيني وما بين الاهل في البيت، علاقتي باخواتي سلبيه، ما عنديش علاقه تقريبا غير من بعض، بنضرب بعض اي حاجه. انا دلوقتي محتاج حد او محتاج عالم يتقبلني بلا شروط وبلا قيود. مين العالم ده؟ هذا العالم الافتراضي. وبنلاقي ده كتير جدا في المراهقين، في استحسان كبير جدا عند الاولاد لهذا العالم، ولذلك مقبولين، ما عندهمش مانع ان هم يتنهم غارقون فيه، غارقين فيه. ما هو احنا غارقين ليه؟ اولا بياخد وقتنا الطويل اللي بيحسسنا بالملل والارهاق النفسي في ان انا البي طلبات الاهل والبي طلبات المجتمع اللي انا مش قادر اعملها فبنسحب. هو تقريبا فعلا لما قالوا ان الانترنت ادمان ما كانش مجرد كلام، ان الولاد احنا بنعاني كتير جدا جدا جدا، وصممت عيادات مخصوصه لادمان الانترنت في الخارج، اوروبا وامريكا، واعتقد ان احنا في خلال داخلين على الموضوع، داخلين على ان احنا يبقى عندنا عيادات بس للقصه دي لمعالجه ادمان الانترنت. احنا نعمل ايه بقى كامهات؟ من سن مبكر، لا لو سمحتي اول حاجه لازم تبقي عارفه المحتوى اللي ابنك او بنتك بيشاهدوه او بيلعبوه، او لازم تبقي عارفه المحتوى. لان في بعض الالعاب فيها زي ما قلت لحضرتك اونلاين، انا بكلم حد فبيقعد يسالني هو انت ساكن فين، هو انتوا، دي طبعا حاجات خطيره جدا، فانا لازم ابقى واخده بالي من ايه هي الحاجات اللي ولادي بيشاهدوها. نيجي بقى للافلام والبرامج والميديا بقى بشكل مختلف. وما يقدمه قبل ما نروح للميديا بقى والبرامج والتلفزيون وال 2000 قناه اللي مفتوحين علينا وكل واحده فيها بتتكلم بشكل، برضو في موضوع الانترنت، وانا كنت عايز اقول الجدول اللي ممكن للطفل من سنتين لغايه مثلا 5 سنوات، السن اللي هو وجدانه بتشكل ده، ايه الجدول اللي ممكن اقول؟ لانه انا عارف ان بقت اصبحت ضغوط وهيعمل مشكله لو قلت المنع. لا مفيش منع، مش هنقدر نعمل منع بصراحه. فهل مثلا نقدر نقول نص ساعه مثلا كل يوم متقسمه 5 دقائق؟ متقسمه على 5 دقائق، يعني ده نقدر، افضل حاجه، ومع ان انا عارفه ايه طبيعه الحاجه اللي انا بخليه يشاهدها، ونربطهم مثلا بالاكل الكويس، بالمذاكره، بالصلاه، حاجات كمان تمام. حاجات تانية اعاده التدوير بقى نبدا نعملها في البيت، الانشطه، الاكتيفيتي، الحاجات اللي احنا بنعملها، فبناخدهم من ده. ما هو اصل هو راح ليه؟ ليه الولاد بتروح لل، عشان ما عندوش حاجه تانية يروح لها بالظبط. فاصبح كل حاجه تانية مش مهمه، اصل انا ما ينفعش ارمي له لعب واقول له اقعد العب. صحيح. طب ليه ما شاركوش؟ ما هو عايز يشارك. لو الولاد بيلعبوا انا لازم هقسم فكره الالعاب، ومين دوره ايه، ومين يعمل ايه، وهنستفاد ايه من اللعبه دي. حتى منهجيه المشاهده في الانترنت او الالعاب، لو سمحت قول لي انا هسيبك تشاهد الفيديو ده، بس لو سمحت تطلع منه بحاجه تحكيها لنا النهارده وتبقى حاجه مفيده. انا دكتوره عندي 4 5 اولاد، يعني ده انا بس بحكي رد امي او بنتي الفاضله اللي بتسمعني دلوقتي. يعني انا عندي 4 أو 5 اولاد، هقعد العب مع ده ولا العب مع ده، ولا ذاكر لده ولا اكل ده ولا شرب ده؟ يعني انا هعمل ايه؟ اهو بديله ده بنفس اللفظ كده، يتلهي فيه شويه لغايه لما اخلص اللي ورايا يعني. طب ولو حضرتك عرفتي ان ده سؤال، ده اجابتنا ليها، لو عرفتي حضرتك ان اللي بتلهي بيه شويه ده هيلهي عنك حضرتك طول الحياه اللي جايه، ما هي كده، ما هي المعادله كده، هترجعي تشتكي لي تاني، هترجعي تجينا تاني بمشكله اكبر. يعني احنا ننظم وقتنا، الولاد كل واحد ليه على الاقل ربع ساعه في حوار ومناقشه دائمه لوحده. نعملها ازاي مش عارف، بس انا اتعلمت من حضرتك ابنك يقرب لك ايه، فلما ندور على ابنك يقرب لك ايه لازم حضرتك تلاقي له وقت. يعني حضرتك دلوقتي بتاكدي على انه البيت اللي ما فيهوش جدول، طبعا، وده بيت مرتبك، لازم يبقى فيه جدول، بناكل امتى، بنشرب امتى، بنشتغل في الهوايات بتاعتنا. طب اقول لحضرتك حاجه ناجحه جدا عن تجربه بنتي بتعملها. هي عامله لنفسها جدول اعمال، بترسمه، هي صغيره 6 سنين ونص، بترسمه، يعني بترسم ده الوقت اللي انا هشاهد فيه البرنامج الفلاني اللي انا بحبه، هترسم التلفزيون وجوال سبونج بوب مثلا، هذاكر، هصلي، هقعد على الموبايل. او يعني وانا بعمل الجدول ينفع اشارك ولادي في عمله؟ هم اللي يعملوه، هم اللي يعملوه. وشوف بقى حضرتك الابداعات اللي هتحصل. وكل مره بيعمل حاجه شوف الانجاز بقى بتاع الاهداف، يروح عامل عليها صح صح صح، فيلاقي في يومه في انجاز حصل. عملت الحاجه الفلانيه والحاجه الفلانيه حاجه، ومفيش حاجه جت على حاجه. لكن احنا برضو عندنا كاولياء امور احنا عندنا مشكله مهمه جدا يا دكتور. احنا دايما نصدر الاوامر ثم نتجنب الترفيه. لا، وحضرتك بتحطي جدول لابن حضرتك في اليوم او لبنت حضرتك في اليوم، لازم تبقي انت حريصه جدا على الترفيه، يتخلله وقت للترفيه،
ده يتخلله كل شويه حسب سن الطفل. يعني ابو 5 6 سنين ده ما ينفعش تقولي لي هيقعد يذاكر ساعه على بعض. يعني ما ينفعش انا اشارك حضرتك واقول لك انه الجدول كله ترفيه ويتخللوا موضوع شويه مذاكره على شويه، لانه السبعه وداعبهم لسبع السن ده كله لازم بالانشطه لعب. انا ممكن نذاكر، بس ممكن نذاكر بانشطه، ممكن نذاكر بان احنا نعمل نكتب جوه الشاي الحروف، نجيب شويه اكسسوارز وحاجات وهم يعملوها على شكل الكذا. يعني احنا عندنا طرق كتيره جدا للتعلم غير الورقه والقلم والطريقه النمطيه، لان مش كل الولاد بتفهم بالطريقه دي. صحيح. ودي مشكله ان انا بضغط على ابني واقول له انت ليه مش زي اخوك، اخوك كان احسن منك في الذكاء. هو احسن منه في الذكاء الاكاديمي، بس ممكن ده يكون احسن في الذكاء الرياضي. عنده مهارات وقدرات رياضيه رهيبه، عنده مهارات وقدرات اجتماعيه جباره، ذكاء لغوي عنده، ذكاء لغوي بيعرف يلقي شعر، ذكاء موسيقي. فاحنا مش بالضروره ان اولادنا كلهم يطلعوا على نفس نمط ذكائي انا او ذكائهم هم البعض. نعمل ايه في موضوع المقارنه ده يا دكتور؟ دي واحده من القتله بصراحه، قتله التربيه. هم ثلاثه مثلث رعب كده دايما نحذر منه. المقارنه، اللوم، النقد. يعني ثلاث حاجات يطلعوا أسوأ ما في الأطفال أو يطلعوا شخصيات مرضية، خلينا نصح التعبير. بقارن ليه؟ ليه بعمل فجوة ما بين الإخوات؟ ليه أقول أنت مش حلو زي فلان؟ يعني هو ذنبه إيه في حلو ولا مش حلو؟ هو أصلا كلمة غير منطقية، غير عقلانية، لأن أنا لن أخلق نفسي. فحضرتك دلوقتي بتحطيه أن أنت بتقارنيه بأقرب حد ليه اللي هو أخوه، ودايما المقارن بيغير وبيحقد على المقارن به. طب حضرتك عملت انت عارفه حضرتك عملت ايه؟ فجوه شديده جدا ما بين الاخوات، فجوه شديده جدا بين ولاد الخاله ولاد العم، بيت العيله. يعني عملت حاجه حلوه بطريقه وحشه. ايوه، بيت العيله اللي كله ولاد عم او ولاد خاله، بصي بنت خالتك، بصي ابن عمك، بص ليه ابص على نفسي؟ المقارنه الوحيده الحميده انك تقارن ابنك ما بين وقت لوقت اخر. بص انت في اول السنه كنت جايب درجات كويسه، اكيد في حاجه حصلت وانا هساعدك فيها اهو ان احنا نتجاوز ده. بس انت بما انك تقدر تجيب ده، يبقى ان شاء الله بان احنا ننظم اكتر، بان احنا نذاكر اكتر، بان احنا نشوف ايه المشكله ونحلها، نقدر ان احنا نعمل ده. المقارنه الوحيده الحميده هي مقارنه الذات بالذات في اوقات مختلفه. جميل. ما دون ذلك دي مقارنات بصراحه مرضيه. لانها لا تجوز. احنا عندنا في علم النفس في عندنا حاجه كبيره قوي اسمها الفروق الفرديه، نوديها فين دي؟ كلنا مختلفين. صحيح. اصبحت الشخصيه بانمطها بقدراتها بامكانياتها بصمه زيها زي بصمه العين وبصمه الصباع. صحيح. فمنين هجيب اتنين اقول ده بيبقوا توائم ماشيين مع واحده، متماثلين مختلفين في الشخصيه تماما. صحيح صحيح. فازاي انا هقول للولاد لا انتوا لازم تبقوا زي بعض؟ دي ممنوعه. المنع التاني، اللوم. ما هو انت ما بتعملش، ما هو انت ما بتسويش، ما هو انت، ما انا عارفه ان انا طول الوقت انا اللي بعمل وانت ما بتعملش حاجه. بعلمه حاجتين، اما انه يكفر تماما بفكره ان حد ينقده فيبقى حساس جدا للنقد وغير قابل للنقد ومش عايز حد ينقده ويشوف صورته تتضخم الانا، او انه يبقى خاضع تماما واي كلمه اي حد يقولها له يصدقها، حتى اذا كانت مضره، حتى اذا كانت سلبيه، حتى اذا كانت اي حاجه. خش في جلد الذات بقى على طول. فدي حاجه تانية غلط. النقد، انا قلت لك اعمل كذا وانت ما عملتش كذا، ايه اللي انت عامله ده؟ ايه اللي انت لابسه ده؟ ايه الطريقه اللي انت بتاكل بيها دي؟ ايه مفيش انت... لحظات رضا على الاطلاق. مفيش نقد ايجابي، ما بقولوش حتى ما تعملش كده، طب اعمل كده. ما بنقولش ده، احنا بنقول انت غلط، اسكت، انت صغير، انت بتتكلم ليه في كلام الكبار. كم الكلمات السلبية اللي بتنزل كده على ودان الأطفال ثم تدخل إلى البناء المعرفي عندهم. معنا الأستاذ إسماعيل من أسوان. اتفضل أسوان، ما اقدرش نتكلم. أسوان بقى ما اقدرش نتكلم طالما من أسوان. أستاذ إسماعيل اتفضل. الله يسلمك. السلام عليكم. وطي التلفزيون واسمعني من التليفون من فضلك. اتفضل. حاضر حاضر. والله انا مبسوط من برنامج حضرتك، مبسوط من الدكتوره هبه على البرنامج الحلو ده. ربنا يحفظك. عايزين نعرف من سيادتك، يعني كنا طبعا النت شاغل كل وقت العيال. نعم. فطبعا يعني بيتفرجوا على حاجات كتير، فازاي يعني اوجههم في الحته دي؟ بالله بارك الله فيك. ازاي ننظم موضوع استخدام الاولاد والحاجات المشاهدات اللي بيشوفوها على النت، ازاي نرتبها وازاي ننظمها؟ حاضر. شكرا لاهل اسوان، وبلغ تحياتي لكل اهل اسوان، ربنا يحفظك. دكتوره اهلنا في اسوان. اهلي. وانت بقى اهلي. من اسوان. وبعدين سؤال مهم كان في سياق الكلام اللي قلناه، ازاي نقدر نعمل تنظيم للاعمار المختلفه والقدره على المشاهده، وازاي نتابع المشاهدات اللي بيشوفوها ونعمل كنترول عليها؟
لو رجعنا لفكرة الجدول اللي احنا بنعمله للولاد، وما عليك وما عليك، يعني اللي ليك وايه اللي عليك طول النهار، فهننظم ده ثم نبدأ نتكلم في محتوى. يعني يمكن الأستاذ اسماعيل بيقول اللي بيشاهدوه، يعني المحتوى، انا بشاهد ايه؟ انا سايب ابني طول النهار على افلام تبص عن العنف وتحص عن العنف، لا وديتهم صورة مغلوطة عن الراجل ان هو لازم يكون بيشيل سلاح وعنده تعبان في البيت ولا اسد ولا مش عارف ايه، المهم العنف المبالغ فيه ده، ولا هم بيتفرجوا على يعني في اولاد صغيرين على فكره في السن هواياتهم ان يتفرجوا على حاجات ليها علاقه بالاكتشافات، الاختراعات، اعاده التدوير، ده محتوى هادف. فده لو سبته وهو مثلا عنده 10 سنين بيتفرج ساعه منظمه في اليوم او ساعتين حتى منظمين في اليوم، هيطلع بمعلومه. نعم. اذا دي مشاهده ايجابيه زي الناشونال جرافيك والحاجات الناشونال جرافيك بقى كويسة. والحاجات اللي علاقه بالحيوانات وطبيعه الحيوانات وبتعيش ازاي وبيعمل ايه وبيروح فين الاكتشافات بتاعه الفضاء وناسا، وتلاقيه صغير وبيكلم حضرتك في مواضيع كبيره. جميل. هل هنا نقدر نقول ان دي مشاهده مضره؟ لا، دي مشاهده لا. نافعه. ده توجيه ناجح. المدارك احنا زمان كان عندنا الكتاب، فانا وحضرتك كنا بنقعد على الكتاب على الموسوعات، صح؟ هو دلوقتي الموسوعه عنده مسموعه ومرئيه، فما فيش مشكله. لكن انا طول الوقت ولادي ما بين العاب بابجي وخلافه، والناحيه الثانيه فيديوز، يا اما طالعه كمان حاجه في منتهى الغرابه اسمها مش عارفه التيك توك ولا ايه، ببدا اصور نفسي وانا بغني وبعمل مش عارفه ايه على نفس الاغاني ونفس النمط، ونروج دوت، ويبقى في شهوه للشهره رهيبه جدا، مين بيتابع مين، مين عنده مش عارفه ايه، مين عنده ايه، فحاجه برضو غريبه. ازاي نعمل كنترول على الموضوع ده دكتور؟ لا ده ملغي، ده ما فيش كنترول. لا ازاي نعمل كنترول على مشاهدات الاولاد؟ هل بالجدول بس؟ انا اقعد اشاهد معاهم في الاول، انا اوجه ولا خصوصا مع السن الصغير، انا اوجه التفتيش. لا التفتيش لا، انا مش مع التفتيش. طيب هتيجي مشكله دكتور طارق تقول لك يعني انا ما اشوفش شنطه ابني فيها ايه، افرضي معاه حاجه وانا ما اعرفش. ايوه ماشي خلاص، افتحي شنطه ابنك وافتحي الموبايل بتاع ابنك، بس مش قدامه. ما تحسسوش ان احنا بنراقبه. لو هتفتحها قدامه بعد اذنك ممكن اراجع معاك الجدول، بعد اذنك ممكن اراجع معاك الكذا. واحده من المشكلات اللي بتجيلي كتيره جدا في العياده، انا سحبت منهم الموبايلات، النتيجه من مصروفهم اشتروا موبايل، او بيدخل من موبايل صاحبه، او اصرار على العند، او بقى بيني وبينه عنف وعدائيه شديده جدا، المراهقين بقى يتقمصوا وما بيكلموناش بالشهر. يعني انا عندي حالات ما بيكلمش مامته بقاله شهر او شهرين عشان سحبت منه الموبايل. انا مش مع فكره سحب الموبايل، لكن مع فكره ان العواقب للسلوك. يعني ايه؟ انا هسيب لك الموبايل، بس سوء استخدام هذا الموبايل قد يكلفك استجابه مني ان هيكون في منع لهذا الموبايل. يبقى ايه احنا متفقين؟ يعني برضو هو باب الحوار مهم جدا وهادف، ومره بتكلم بلين ومره بتكلم بحزم. ايوه احنا زي ما عندنا معززات زي ما عندنا عواقب. لا يعني انا برضو يعني الناس برضو بتقعد يعني ما تجيلي في العياده تقول لي حضرتك دايما مع الاطفال ودايما مع المراهقين. ايوه طبعا، لان هم الجانب الاضعف على فكره في الحدوته. لا لاني انا من الاول يا دكتوره السبب. طبعا اني سمحت، ودلوقتي جايه بشتكي من اللي انا سمحت بيه. ده حقيقي. وقعدوا قدام الكرتون، وقعدوا قدام التلفزيون والمسلسلات غير هادفه والاعلام، في حاجات هادفه ما اقدرش اقول استخدامهم الخاطئ للموبايل، فانا سمحت. صحيح. برضو نوجه كلمه ليه اللي بيسمح من الاول. لا ما ينفعش نسمح. ولما نسمح ما ينفعش نشتكي بالفجوه الكبيره دي. طب هو طبيعي انه يحصل فجوه. ما انا سايب ابني طول الوقت لوحده. لكن ما بحضنوش، ما باجيش، يعني في ناس حريصه قوي على فكره الكلمتين ثلاثه اللي قبل ما ننام دول. عملنا ايه النهارده وسوينا ايه ومبسوط بيومك ولا لا، في حاجه ضايقتك ولا لا، ده سؤال صغير قوي. ده في ناس تقول ما اجي اقول لها طب انت كان ايه بدايقك وانت صغير، قولي ما اعرفش، اصل انا عمري ما حد سالني انا متضايق من ايه. يا ازاي؟ ولا بابا ولا ماما ولا معلمين ولا اي حاجه. لا ظهرت عندنا حاجه دكتوره بسبب الاستخدام الموبايل الكتير، وكل واحد واخد ركنه وقاعد في البيت، والبيت ده عامل زي الكافيه، كل واحد بيشرب الحاجه بتاعته ملوش علاقه بحد. ارجع تاني لفكره التواصل الجسدي وفتح باب الحوار والاحتياج اللي ممنوع عن الاولاد. يعني في احتياج شديد جدا للتواصل الجسدي والاحضان والقبولات مع الاطفال الصغيره، وده بيسيب باب الباب مفتوح لان طبعا يعرف الطفل يرجع في اي وقت. انا عايز برضو حضرتك تكلميني على أهمية عودة التواصل الجسدي وبفتح باب الحوار مع الـ الأمهات، وخاصة الأمهات اللي هم العاملات اللي وقتهم بيبقى في البيت قليل. دي حقيقة. الإنسان الطبيعي، في بعض الدراسات الأجنبية بتقول الإنسان الطبيعي الراشد يعني بيحتاج ل 14 حضن في اليوم،
من الام والاب والاخوات والمقربين والزوجة. الراشد امال الصغيرين لو لما شفنا الدراسه اتخضينا، اذا كان الراشد يحتاج 14 حضن في اليوم ولن يحدث ذلك، ما بال حضرتك بالطفل، والطفل ما بين الرضيع الى مثلا اطفال الطفوله المبكره من 20 ل 28 حضن يا دكتور مثلا يعني. فدي حاجه احنا بنعمل ده ولا لا؟ بحزن قوي لما بيجي لي مراهقين وتقول لي انا عمري ما حضنت بابا او ماما، وتبقى حاسه ان في مساحه بعيده قوي ما بينهم، فبالتالي انا مش عارفه احضنه، فبالتالي مش هروح اعرف اتكلم في حاجه شخصيه او حاجه مضايقاني او حد تجاوز عليا. من فتره كان في حادثه ان في ولد حاول الانتحار تحت قضبان القطار في الصعيد بسبب ان اصحابه كانوا بيتنمروا عليه على شكل اسنانه. الحادثه بالنسبه لي كان فيها حاجه، ليه الولد ده ما كانش بيرجع يشتكي لاهله في البيت؟ يعني الباب مقفول، قد يكون ذلك الباب مقفول اللي هو ما حدش بيحتويه، ما عندوش القدره ولا الفرصه انه يتكلم. احنا مش بنوجه ولادنا، لكن يعني ايه يعني ما بروحش اخد حقه من المدرسه، انا ما بحبش كده. اللي هو انت طول الوقت الامهات بقى ايه الحمايه الزايده، احنا اتكلمنا بقى دلوقتي على الاساليب التربويه. اول حاجه في الاساليب التربويه حاجتين يعني متضادتين تماما هنقولهم، حمايه زايده وتدليل زائد. شوف كلمه زائد مرتبطه. حمايه زايده يعني ايه؟ انا بسميها في 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 كتبي الخاصه يعني دي تربيه البرطمان. يعني ايه تربيه البرطمان؟ يعني انا كاني حطيت ولادي في برطمان وقفلت عليهم، لا عايز حد يجي جنبهم، ولا عايزهم يحتكوا، ولا عايزهم يقعوا، ولا عايزهم يتالموا، ولا عايزهم يتعلموا، ولا عايزهم اي حاجه خالص. تقول لك ودي الامهات يا عيني اللي بيقع عليهم الضرر النفسي اكبر لما بنصدمهم بالمفاجاه دي، اللي هي بتروح تاخد الحقنه بدل ابنها وتكتب له الواجبات. شوف بقى والله تقول لك لا تعب في المدرسه انا هكتب له انا الواجب، استناه على باب المدرسه هو بيخرج الساعه 2 وانا استناه الساعه 12، ليه اصلا؟ انا خايفه يحصل حاجه. ايه اللي هيحصل جوه المدرسه؟ طب ده بيسيب ايه؟ اول حاجه انا بمنع الاولاد من فكره التجربه. طب ده احنا عندنا يعني نظريات كبيره جدا في علم النفس في التعلم، في التعلم اسمها التعلم بالمحاولة والخطأ، أنا منعته لا عن المحاولة ولا حتى عن الخطأ. فأصبحت أنا بعمل كل الاحتياجات الطفل حتى البسيطة منها لمجرد أن أنا أحميه. طب مش بعملها، أنا إيه؟ حرمته، أنا منعته، أنا منعته من الابتكار، منعته من الحركة، منعته من كل حاجة. وبعدين بقى بالنسبة له العالم غير آمن. بدأنا يبقى احنا كده دلوقتي العالم بتاعي ده غير آمن، أنا ما أقدرش أعمل أي حاجة إلا بالاعتماد. يعني بقى للشخصية الاعتمادية طبعا، حماية الزايدة تجيب شخصية اعتمادية. والحماية الزايدة دي بتخلي برضو هو ما عندوش ثقة في الآخرين ولا في نفسه. أنا مش قادر أعمل حاجة. معتقد العجز عن ذاته بيكون في أروع صوره في الحماية الزايدة. معتقد العجز عن ذاته، أي أنا عاجز، الطفل اللي دايما يقول أنا معرفش معرفش ماما تعمل، ماما كذا، ماما كذا. يكبر يبقى راشد أو يبقى مراهق معتمد. يبدأ لما يجي يتزوج نفس النمط ده أو النموذج ده. لو هو ولد يتزوج من انثى قويه جدا، شخصيه قويه تقوده تديره تديره هو طول الوقت يروح لمديره فيبقى ساكت خالص، خاضع خالص، حد يديره. ما عندوش المهارات، ما تعلمش المهارات. طب المهارات تيجي منين؟ ان ابني يجي يقول لي حصل بيني وبين زميلي مشكله، اقول له هترجع المدرسه تاني وهتحاول تحلها انت بنفسك. انت بنفسك ان انت تقول كذا او كذا. واحده ثانيه من الاساليب اساليب التسلط. انا برضو بحرم برضو الولاد من اي حاجه، بس المره دي مش بسبب الحمايه، لا بسبب ايه؟ ان انا متسلط، انا رايي بس اللي يمشي. ودي بتطلع نمطين من الاولاد، اما يطلع برضو طفل خاضع خالص او يطلع طفل متمرد جدا. برضو الام اللي هي شخصيتها قويه او الاب، او الاب يبدا يفرض كل الاراء اما بالضرب او بالالحاح او بالزن او بعدم المناقشه وعدم الحوار. نفرض الاراء على الولاد، والولاد ما لهمش اي حق ويقولوا اي حاجه، لا في لبسهم ولا في اكلهم ولا في شربهم وبالتالي ولا في دراستهم ولا في جوازهم ولا في اي حاجه. نمط تاني برضو اسمه الاسلوب المتذبذب. المتذبذب بقول على الحاجه لا، واحيانا اقول عليها اه، هي نفس الحاجه اللي انا كنت مانعها. فالطفل ده بيطلع عنده ازمه شديده جدا للتعامل مع القوانين، لان انا مش عارف ايه الصح وايه الغلط. عندنا هبه من سوهاج. ايوه. ومعانا 3 دقايق. ماشي، بس مش هنحرم هبه يعني. استاذه هبه اتفضلي. ربنا يخليك يا دكتور، ربنا يخليك، الف شكر. بنشكركم على البرنامج الجميل ده، بصراحه بيعلمنا ازاي بنتعامل مع اولادنا، ولان احنا فعلا في احتياج ليه بصراحه. ربنا يحفظك. طب انا ابني 5 سنين ونص، دخل المدرسه اول سنه السنه دي، تعبني جدا 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 ان هو يروح المدرسه الصبح، مع العلم ان هو من النوع اللي بيحب ينزل مع اصحابه، بس يعني احنا عزيز محافظه سوهاج يعني المحافظه مقفوله شويه، فبينزل مع اطفال الجيران، مع
اي حد يعني، هو مصاحب اطفال الجيران اللي جنبنا وكده، كل يوم عاوز ينزل يلعب معاهم، وعند المدرسه مش عايز يروح نهائي نهائي. هو بابا مش موجود، بيسافر يعني مثلا بيرجع بعد شهرين بظروف شغله يعني وكده. فانا اللي مسؤوله عن القصه دي، لازم انا اللي اوديه الصبح. ومشكله بقى، طب بصي بصي يا ابله، اكنه رايح على كتيبه الاعدام وهو رايح. بص بص يا ابله، مشكله ان الولد مش عايز يروح المدرسه دي، محتاجه ان الاول انا بشكرك، محتاجه ان تتواصلي معايا بس بعد من خلال الكنترول، لانه محتاجه اعرف من حضرتك مجموعه اسئله كتيره جدا متعلقه بايه اللي يخلي الولد خايف من المدرسه او بيروح ما بيحبش عايز يروح، وفي نفس الوقت ممكن يلعب مع اصحابه. انا بشكر حضرتك جدا. دكتور عندنا كلام كتير ما تقلش، بس وقتنا خلص للاسف، فتوعديني بلقاء تاني وحلقه تانية، خصوصا ان كل المشاهدين دلوقتي متشوقين نستكمل على الاساليب التربويه بين الواقع والمأمول. انا بشكر حضرتك جدا دكتوره هبه. انا بشكر حضرتك دكتور طارق، ربنا يخليك، على الكلام الرائع الجميل اللي سمعناه من حضرتك النهارده. دكتوره هبه دهب، اخصائي العلاج النفسي للاطفال والمراهقين، ورئيس قسم الصحه النفسيه باكاديميه الخبرات الدوليه، كنت ضيف غالي علينا. بشكرك. الله يكرمك يا دكتور. اعزائي المشاهدين، كنتم معنا في حلقه من حلقات ربني صح، حتى نراكم مره اخرى، نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.